بسم الله الرحمن الرحيم. كان أملي أن أقول السيدات والآنسات والسادة، بس اللهم ما في إلا سيدة واحدة. عن عشر إن شاء الله إن شاء الله. وأعتقد الحضور الليلة ما كان مثل ما توقعنا، يمكن بسبب الصيف ومسافرين كثيرين، وبعدين النادي كان عنده شويه انقطاع في النشاط الثقافي مده مو قليله، فيمكن لهذا السبب بعدهم الناس ما اعتادوا. بس احنا حسب خطتنا الطموحه ان شاء الله يكون في المستقبل في هناك ندوات ومحاضرات راح تستمر ان شاء الله، ويكون الحضور افضل. الباكورة كمان اليوم مثل ما تقرون عنوان اللافتة دور الرأي العام في صنع القرار. أخونا إبراهيم طبعا متخصص وأعتقد أكاديمي أيضا، وحتى طرح اليوم أعتقد بيكون بشكل أكاديمي. أستاذ إبراهيم بارك الدوسري مستشار قانوني دبلوماسي ومحاضر جامعي، ماجستير علاقات دولية جامعة سانت جونز نيويورك، بكالوريوس قانون جامعة الموصل العراق، دبلوم قانون دولي المعهد الدبلوماسي بوزارة خارجية المملكة العربية السعودية. بالنسبة للخبرة العملية عند الإدارة القانونية بوزارة الخارجية، الوفد الدائم لدى الأمم المتحدة، عضو وفد البحرين إلى مجلس الأمن الدولي، عضو في بعض اللجان الاستشارية والوطنية والوزارية، محاضر سابق في جامعتي العلوم التطبيقية ودلمن، رئيساً لقسم المشاريع والأملاك بوزارة الخارجية، محاضر في كلية الحقوق بالجامعة الخليجية، محاضر في الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية. هذا فيما يخص الخبرة العملية. الأخ إبراهيم شارك في العديد من الدورات والورش داخل وخارج مملكة البحرين، لا مجال لحصرها الآن لأن شفتها على السايت مالي كانت كثيرة جدا يعني. شارك في العديد من المؤتمرات العالمية، له العديد من الأبحاث والدراسات المتعلقة بمجال عمله، مرشح سابق للانتخابات البرلمانية سنة 2002. أعتقد أخ إبراهيم إذا تتفضل بدي. السلام عليكم. صوت واضح. أوكي. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية توجه بالشكر الجزيل لرئيس وإدارة نادي العروبة الكرام على دعوتهم الكريمة لي لتقديم هذه المحاضرة، وأشكرهم على التنظيم الرائع والتحضير الجيد لهذه المحاضرة، والتي أأمل أن أقدم فيها ما يمكن أن تتم الاستفادة منه قدر الأمكان. طرحي لموضوع اليوم طرح أكاديمي بحت بالنسبة لموضوع هام جدا، وهو موضوع الرأي العام الذي نعيشه وقد لا نشعر به. قد يمثل ضمير الشعب وضمير الأمة، وفي نفس الوقت لا نرى له وجود على أرض الواقع بشكل فعلي. سنتطرق في هذه المحاضرة إلى مفاهيم كثيرة ونجول داخل معالم هذا الكيان لنعرف ما هي مقوماته، وأيضا سنتطرق في محور آخر إلى الضفة الأخرى للرأي العام، وهو العلاقة مع السلطات السياسية
سواء كانت تنفيذية أو التشريعية أو القضاء أو حتى مع القيادة. في البداية لندخل في الأساس المفاهيمي لموضوع الرأي العام. عندما نتكلم عن مفهوم الانديوزر في البزنس وهو المستخدم الأخير في مجال البزنس، فسنرى أن العملية الإنتاجية من الألف إلى الياء بالنسبة لي موضوع الإنتاج، إنتاج السلعة من الألف إلى الياء، يكون الهم والهدف المشترك هو لجميع العاملين في هذه العملية هو الانديوزر أو المستخدم الأخير. الكل يحاسب لرغباته، الكل يحاسب لذوقه، الكل يحاسب لإمكانياته المادية، الكل يحاسب لمواسمه، مزاجه إلى آخره، بحيث أن في النهاية تصل السلعة بشكل مقبول جدا للإنديوزر. بالنسبة للرأي العام هو أيضا يجب أن يكون هو المصب لجميع أطراف العملية السياسية، سواء كانت سلطة تنفيذية أو سلطة تشريعية أو حتى جمعيات سياسية أو قيادة أو غيرها، كلهم المفروض يتجهون إلى أرضاعها. ولكن هل هذه هي الصورة الحقيقية؟ سنرى إن شاء الله في المحاضرة. طبعا هذه كانت مقدمة، والآن ندخل إلى التعريف بالنسبة أول شيء ما هو الرأي العام، لكي ندرك عما نتكلم. هو عبارة عن غالبية ترى الناس في القضايا العامة التي تمس مصالحهم العامة والخاصة، سواء كان في القضايا القائمة أم في القضايا المتوقع حدوثها مستقبلا. طبعا هذا التعريف يشمل عدة عناصر، ليس بالضرورة أن يكون جميع أعضاء المجتمع متفقين فيه، ولكن مثل ما قلنا الغالبية، والغالبية هنا مفهومها النص أو أكثر من النص. فيما يتعلق بالمصالح العامة أو الخاصة، فهنا نجد أيضا أن المصلحة العامة هي القاسم المشترك ما بين أعضاء المجتمع، والمصلحة الخاصة حتى أن لو كان هناك مصلحة خاصة لفرد معين تتشابه مع الآخرين، إذن هذه يعتبر التعبير عنها أيضا جزء من الرأي العام. أيضا يهمنا معرفة التطور التاريخي للرأي العام قبل الولوج في دراسة معالمه. في البداية، بداية الأنظمة السياسية في بداية التاريخ كانت تقوم على نظام سلطة الملك الإله، وهو أن يكون الملك هو نفسه الإله، وبالتالي كانت أوامره بشكل أعمى متبعة، وبالتالي لم يكن هناك وجود لشيء اسمه رأي عام. ونجد أمثالها كثيرة، فرعون مصر وملوك بابل وأشور وغيرها من الحضارات الأخرى. ثم تطورت الأمور على المراحل التاريخية نتيجة لطغيان الملوك الذين ادعوا الآلهة وقيام ثورات الناس عليهم، فتحولت الملكية أو الحكم تحول إلى الحكم بأمر الله، بمعنى أن الحاكم هو عبارة
هو شخص طبيعي ولكن يمثل الله وينقل رسالته إلى الناس، وبالتالي يجب الناس أن تتبعه. فكان من هؤلاء هم الرجال المحيطين بهذا الملك، وجاءوا فيما بعد تمثلوا في رجال الدين، بحيث أنه كان يستمع إليهم لأنهم مناصروا وهم من ينقلوا رسالته إلى الناس، وبالتالي من الطبيعي أنه يستمع لهم ويمشي على تعاليمهم. فكانوا رجال الدين هم يمثلون الرأي العام خلال فترة الحكم بأمر الله. ثم جاء المجتمع الإقطاعي، وكانت الطبقة الغنية هي المؤثرة وهي صاحبة رأس المال، وهي تملك العبيد وتملك الأراضي وتملك الرأس مال، فكان الحاكم يستمع إليها فقط ولا يستمع إلى الآخرين، وبالتالي كانت الطبقة الغنية هي تمثل الرأي العام في ذلك المجتمع. ثم جاءت الثورات الصناعية والثورات الاجتماعية لتمثل الطبقة المتوسطة، سواء كانت العاملة أو ربة العمل، معا هي من تمثل الرأي العام. وجاءت الثورة الاجتماعية التي جاءت بحقوق الإنسان، بمبادئ حقوق الإنسان، بحيث أنها عممت موضوع الرأي العام، وهكذا توسع الرأي العام بشكل طبيعي. طبعا علشان نعرف هذا الكيان، وعلشان نعرف معالمه، وعلشان نعرف خصائصه، لابد أن ندرس جميع الجوانب المتعلقة بهذا الكيان، بحيث أن تتوسع مداركنا في شأنه. وأولها بالدرجة الأولى يجب أن نتكلم عن العوامل المؤثرة على هذا الكيان، والتي تعتبر المحركات الرئيسية له، وهي التي تثيره، وهي التي تدفعه، وهي التي تحركه، بحيث أنه يستطيع التعبير عن ذاته أو يصل إلى قناعات معينة من خلال هذه العوامل. هؤلاء العوامل هو برأيي وأقدمهم هو الرأي الديني. الرأي الديني يعني يؤثر بالمجتمع بشكل قوي، أولاً لأسباب البعد التاريخي، ثانياً بسبب عاطفة الناس وارتكانهم إلى مبادئ الإيمان، وبالتالي من الطبيعي أن الرأي الديني له تأثير قوي في الرأي العام. أيضاً الرأي السياسي الحكومي، باعتبار أن السلطة التنفيذية هي القائمة على مباشرة مصالح العامة، وبالتالي من الطبيعي أن الرأي السياسي الحكومي يكون مؤثر في الرأي العام بشكل مباشر أو غير مباشر. أيضاً عندنا الرأي البرلماني. الرأي البرلماني هو الرأي التشريعي، بمعنى أن أعضاء البرلمان هم من يقدمون المقترحات، وهم من تم انتخابهم من قبل الشعب، ومن الطبيعي أن يجب بين قوسين يجب أن يعبروا عن مصالح الشعب ويتكلموا عنها، وبالتالي رأيهم من الطبيعي أن يكون له تأثير في الرأي العام بحسب المعطيات داخل البرلمان. أيضا عندنا الرأي الإعلامي المعبر
في وسائل الإعلام له تأثير على الرأي العام، وبإمكان أنه يستخدم بجانبين اللي هو الجانب السلبي والجانب الإيجابي، ممكن يثير الرأي العام ويحدث بلبلة ومشاكل، وممكن أنه يوجههم الوجهة السليمة ويوعيهم نحو أمور لا يفقهونها. أيضاً عندنا الرأي القانوني، الرأي القانوني متخصص، وبالتالي من الطبيعي أنه ينظر في مدى تطبيق مبادئ حقوق الإنسان ومبادئ العدل والإنصاف المتعارف عليها دولياً والأعراف الدولية داخل الدولة، مدى تطابق القوانين مع قوانين الدول الأخرى، أين نحن موقعنا من الإعراب فيما يتعلق بالدستور، إلى آخر من هذه المسائل المتخصصة الهامة التي تؤثر في الرأي العام. أيضا عندنا الرأي الاقتصادي ورأي المتخصصين وما هي نظرتهم لتوجه الأزمة الاقتصادية للبلد أو كيفية معالجتها إلى آخره، رأي الاجتماعي، رأي المتخصصين في علم الاجتماع. أيضا عندنا العادات والتقاليد والموروثات الثقافية، من الطبيعي أن هي لها تأثير قد يكون سلبي وقد يكون لها إيجابي، قد تضع أطر وحدود لتفكيرنا. يعني عندما نقول عادات وتقاليد وموروثات لا يجب أن نتكلم عن مثلا حقوق المرأة فيما يتعلق بتجاوز خطوط حمراء معينة، بينما نراها في مجتمعات أخرى طبيعية. إذن إحنا إما أن نتكلم عن حق إنساني مفتوح، أو أن احنا نتقوقع داخل مجتمعنا وما نبي نطلع ونخلي كل شيء في حدود معتقداتنا وعاداتنا وتقاليدنا، وهذه طبعا راح أنيلة بعد. التعبير العام في وسائل التواصل الاجتماعي، هذه يعني أحدث في خلينا نقول العشر سنوات الأخيرة تغير وتأثير كبير من قبل وسائل التواصل الاجتماعي على الرأي العام، وبالتالي أصبحت من الطرق الحديثة المؤثرة في الرأي العام. بالنسبة للرأي السياسي الأهلي فيما يتعلق بالجمعيات السياسية والجمعيات الاجتماعية والجمعيات المهنية، أيضا يجب أن يكون لها دور فيما يتعلق بالتأثير الرأي العام، ولكن في هذه النقطة يجب أن نفرعها إلى مسألتين. مسألة هل الجمعية السياسية تعمل وفق مصالح معينة أم مصالح عامة؟ السؤال الآخر، هل الجمعية تعبر عن وجهة نظر الشارع أم لا؟ هذه كلها نرجع لها في حالة شنو؟ في حالة أن احنا نعرف ما هي أجندة وما هي برامج هذه الجمعية وما هي أهدافها السياسية وما هي لغة تخاطبها مع الرأي العام، وبالتالي من الطبيعي أن احنا راح نعرف أن هذه الجمعية هل هي تعمل للصالح العام أو أنها هي تعمل لأجندتها الخاصة. أيضا عندنا وسائل قياس الرأي العام. احنا علشان احنا الحين عرفنا العوامل المؤثرة والمحركة للرأي العام، فيجب أن نعرف طيب كيف نقيس حركة الرأي العام وتجاوبه وتفاعله مع هذه الآليات، مع هذه العوامل. فعندنا عدة أمور، منها على سبيل المثال الانتخابات، نعرف رغبة الناس في نوعية الناس المنتخبة. يعني مثلا وجدنا في يوم من الأيام في أعتقد برلمان 2002 و2006 وصلنا الجمعيات السياسية، كانت نتيجة الانتخابات هي انعكاس لضمير الشارع
اللي كان متجه إلى دعم الجمعيات السياسية الدينية. بعدين في انتخابات 2010 قل حضور الجمعيات السياسية الدينية، وبالتالي هذا انعكاس أو يعطينا انديكيشن أن الناس صار أخذت موقف سلبي من هذه الجمعيات. في 2014 90% من أعضاء البرلمان كانوا مستقلين، وبالتالي هذا يعطينا قراءة واضحة بأن مسألة الجمعيات السياسية صارت خلينا نقول خارج اهتمام الناس. هذه هي القراءة العلمية الأكاديمية لنتيجة الانتخابات. فإذا مسألة فهذه القراءات الواضحة اللي تعطينا الانتخابات لاتجاهات الرأي العام. أيضا عندنا الاستفتاءات، وشفنا استفتاء اللي جرى على الميثاق والاكتساح الذي حققه، يعطينا انديكيشن ان هناك رغبة أكيدة في تأييد هذا المشروع. الدول الغربية تقوم بالعمل استفتاءات رغم وجود مجالس منتخبة عندها، رغم وجود برلمان، فهي دائما تلجأ إلى الاستفتاء كما سنرى لاحقا بالنسبة لبريطانيا وكيفية استغلالها لموضوع الاستفتاء. بالنسبة لمسوحات الرأي التي تقوم بها وسائل الإعلام، هي أيضا تعطي indications وقراءة لاتجاهات الرأي العام ومعرفة ما هي رغبات الناس. الآراء العامة في وسائل الإعلام، الآراء العامة في وسائل التواصل الاجتماعي، آراء الشخصيات العامة المؤثرة من كتاب ومثقفين متخصصين، هذه كلها تعطي تفاعل للناس مع هذه الوسائل، وبالتالي أنها تعكس آراء الرأي العام ورغباته وتعطي قراءة واضحة للمهتمين. عندنا علشان نعرف بعد ما عرفنا اللي هو التعريف والقراءة التاريخية ودخلنا في المعالم وتكلمنا عن العوامل المؤثرة ووسائل قياس الرأي العام، نأتي إلى ما هي الأرضية وما هو الباكبون وما هو سند الرأي العام في التعامل مع السلطات السياسية. فهناك الشرعية التي يستمدها الرأي العام تكون واردة في منصوص عليها في الدستور ومنصوص عليها في الحقوق السياسية والمدنية وفي القوانين الداخلية كقانون مباشرة الحقوق السياسية والمدنية. أيضا عندنا المواثيق الدولية، العهد الدولي لممارسة الحقوق السياسية والعهد الدولي للحقوق المدنية. أيضا عندنا القواعد الدينية متمثلة في قواعد الشورى، أيضا هذه تعتبر أساس شرعي من خلاله يكتسب الرأي العام شرعيته وحقيته في مشاركته في اتخاذ القرار. نذهب إلى مسألة أخرى وهي مواطن القوة ومواطن الضعف في الرأي العام. عندما نتكلم عن مواطن القوة فإننا نرى أن الرأي العام طبعا له تأثير مباشر على الأحداث والتطورات السياسية، وهو عامل داعم ورئيسي للاستقرار السياسي، وهو رأي والرأي العام هو صك براءة لصاحب القرار السياسي. بمعنى شنو؟ بمعنى
أن الحين عندما واجه رئيس الوزراء البريطاني السابق نسيت اسمه مواجهات عدة في البرلمان الأوروبي بشأن اعتماد قرارات تتعارض والسياسة البريطانية والمصالح البريطانية، فحست بريطانيا أنها في مواجهة ضغط لاستمرار في هذا الاتحاد، وفي نفس الوقت لم يكن لديه السلطة أو خلينا نقول الجرأة السياسية لأن يعلن انسحاب بريطانيا من البرلمان، فلجأ إلى الاستفتاء، استفتى الجمهور البريطاني الرأي العام البريطاني وفقا لما أعطاه صلاحية الدستور البريطاني بالرجوع إلى الرأي العام لاستفتائهم فيما يتعلق بالأمور المصيرية، فهو رجع علشان يرمي الكرة في ملعب الرأي العام البريطاني ويقول أن وفعلا صوت الرأي العام لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي شالت الحكومة هم مسؤولية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وتحمل الرأي العام البريطاني بما يعكس النهج الديمقراطي، وفي نفس الوقت سياسيا من ناحية سياسية أخلت الحكومة أو صانع القرار السياسي مسؤوليته من اتخاذ قرار مصيري مثل هذا. فالرأي العام، اللجوء إلى الرأي العام، يعني أنا أعتقد أنه حل لمعاضل كثيرة يتعرض لها صانع القرار السياسي وليس الضعف، وبالتالي من الطبيعي مب علشان ان حتى ما نبي نقول لتحقيق مبادئ حقوق الانسان والديمقراطيه لا خلينا نقول حتى من ناحيه السياسيه، حتى مب علشان عيونهم علشان سواد عيونهم علشان مصلحتك انت انك انت تستقر او انك انت ترفع المسؤوليه وتوابعها، من عليك أنك أنت ترمي الكرة في ملعب الرأي العام وبالتالي هو يتحمل المسؤولية. فهذه أيضا تعتبر يعني مسألة جوهرية وهامة فيما يتعلق بالعمل السياسي. أيضا عندما نتكلم عن مواطن الضعف، للأسف التفرقة بسبب الدين والقبلية والأعراق عندنا في مجتمعاتنا مؤثرة للأسف بشكل سلبي في الرأي العام وأضعافه، وبالتالي صعوبة تلاقي المصالح أو ندرتها ما بين هذه الأعراق وهذه الطوائف. ما الحل؟ سنرى لاحقا ما هو الحل. أيضا كل ما زاد الجهل كل ما ضعفت قوة الرأي العام. طبعا كنا من قبل نقول أن التعليم مو منتشر وكذا وكذا وهذه هو سبب الجهل، بينما الآن لا، التعليم منتشر ونسبة الأمية تكاد تكون معدومة، ومع ذلك نجد أن هناك الكثير من الناس لا تعبر عن رأيها، وهذه ما نسميها اللي هو تأثير الجماعة الصامتة. الجماعة الصامتة يسمونها في مصر حزب الكنبة، إيه في حزب الكنبة اللي هو بس قاعد يتفرج ولا على إيش قاعد يصير في الشارع. هذه للأسف تأثيرها تأثير سلبي، بحيث أن لا تستطيع أن تعبر أو تساعد في التعبير عن آراء الجماعة بشكل قوي. أيضا عندنا العكس، عندنا اللي هو حزب الكنبة وفي نفس الوقت عندنا جماعة الغوغائية اللي يلجؤون إلى العنف للتعبير عن آرائهم. إذن لا احنا نبي اللي ساكت ولا احنا اللي نبي يعبر بعنف عن رغباته. فلازم تكون علشان يكون الرأي العام
في المجتمع رأي قوي ومعطاء ومؤثر، يجب أن تكون ها الطبقة الأكبر داخل المجتمع هي الطبقة السلمية المعبرة، السلمية المعبرة، هذه اللي نتمناه. بالنسبة لنطاق الرأي العام، إذا بندرس الحدود أو الفريمز يعني الخاص بالنطاق بالرأي العام، نجد أن هناك بعض القضايا تطرح مصالح عامة ولو أنها ظاهريا خاصة، يعني مثلا قضية المتقاعدين، قضية المتقاعدين هي تهم موظفي الدولة، أي ليس أصحاب الأعمال الحرة، ليسوا ربات البيوت، ليسوا الطلبة، ليسوا رجال الأعمال، وإنما تهم الموظفين سواء قطاع عام أو خاص، ولكن لأنها لها بعد أسري ولها بعد اجتماعي فمن الطبيعي تحولت إلى مصلحة عامة. أما النطاق الخاص فهو أن هناك قضايا تخص فئات معينة وبالتالي يجب أن تتحرك لها الجهات المختصة بها فقط، مثل العمال، مصالح العمال، مصالح الموظفين الخاصة، فهذه تتحرك لها النقابات والجمعيات المتخصصة. الآن ننتقل إلى الضفة الأخرى وهي تعامل، احنا نخرج الآن من جسم كيان الرأي العام ونرى علاقته مع الآخرين، وهي السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية والقيادة. فعندما نتكلم عن بس قبل ما نتكلم عن العلاقة ما بين الرأي العام وتلك السلطات، يجب أن نعرف الأبعاد، أبعاد وأهمية العلاقة. فأهمية الرأي العام بالنسبة للقرار السياسي بشكل عام، لصانع القرار السياسي بشكل عام، سواء كان صانع القرار يجلس في السلطة التنفيذية أو في السلطة التشريعية أو في السلطة القضائية أو القيادة، فنرى أن هناك عدة أمور، منها البعد الأمني. من الطبيعي أن علاقة تبادلية فيما يتعلق بمراعاة البعد الأمني ومدى تحقيق الاستقرار السياسي والأمني داخل البلد. أيضا هناك البعد الديمقراطي، بحيث أن تكون عملية العلاقة التبادلية بينهم هي عملية أخذ وعطاء وليس شد وجذب. في فرق ما بين علاقة الأخذ والعطاء وما بين علاقة الشد والجذب، لأن هذيل معناته متنافرين وهذيل معناته متوافقين. أيضا مسألة مشاركة الرأي العام مع صانع القرار هي مسألة حقوقية بالدرجة الأولى، هي مسألة حقوقية، مسألة تتوافق مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وبالتالي من الطبيعي أن تكون علاقة لها أرضية قوية. أيضا علاقة الرأي العام مع السلطة السياسية لها علاقة بالسمعة الدولية للبلد وصورتها وسط المجتمع الدولي، فمن الطبيعي أن لازم تكون العلاقة توافقية وليس علاقة شد وجذب. فكل ما يعني مثل حتى احنا يعني في المجتمعات الصغيرة، فعندما نشوف العلاقة داخل أسرة معينة علاقة حلوة نقول عليه والله هذه بيت سعيد، وعندما نمر في الشارع ودائما نسمع أصراخ نقول والله هاي البيت كله مشاكل. فمن الطبيعي أن كذلك في المجتمع الدولي العلاقة داخل البلد ما بين الرأي العام والسلطة السياسية من الطبيعي أنها يسودها التوافق وليس التنافر لتحقيق سمعة طيبة للبلد في الخارج.
أيضا العلاقة ما بين الرأي العام والسلطة السياسية هي وفاء بالتزامات دولية. يعني عندما تنضم الدولة إلى اتفاقيات دولية سواء كانت حقوقية أو سياسية أو قانونية صرفة إلى آخره، فمن الطبيعي أن تعتبر القوانين الداخلية هي جزء لا يتجزأ من الاتفاقيات الدولية، والاتفاقيات الدولية جزء لا يتجزأ من القوانين المحلية، وبالتالي تعتبر العلاقة الرأي العام بالسلطات السياسية هي وفاء لالتزامات دولية إلى جانب الالتزام بالوفاء بالالتزامات القانونية الداخلية منها الدستور وغيره. الآن ندخل إلى العلاقة مع هذه السلطات. أولاً العلاقة ما بين القضاء ودور الرأي العام. طبعاً القضاء لديه استقلالية تامة في اتخاذ قراره، وهو القاضي رجل سلطة مختصة لتطبيق القانون، هذه المبدأ. ولكن أيضا القانون يعطي القاضي حيز كبير لأعمال عقله، ذلك علشان شنو؟ لتستقر عقيدته، علشان يكون على قناعة قوية بقراره. وهو شنو؟ وهو السلطة التقديرية للقاضي. السلطة التقديرية للقاضي هنا يكون مرجعها موضوعي، بحيث أنه ما يكون على مزاجه أهو، لا، وإنما على حسب المعطيات على أرض الواقع، ومنها ممكن تكون أراء الرأي العام، وهذا لن يعيب السلطة القضائية في الأخذ بأراء الرأي العام أو التوجهات الغالبة على الرأي العام لتكون جزء من عقيدته عندما أو قناعته عندما يقرر أمر ما. فهذه تعتبر مرجعية موضوعية وليست مرجعية شخصية. أيضا عندنا ضرورة الأخذ بتوجيهات الرأي العام أو بتوجهات وليس بتوجيهات بتوجهات الرأي العام فيما يتعلق بجميع مراحل القضاء، سواء كانت تحقيق أو محاكمة، وذلك لهدف معين أساسي وهو تحقيق العدالة الاجتماعية، بحيث إذا كانت السلطة القضائية تأخذ في الاعتبار اتجاهات الرأي العام فهي تحترم بذلك الدستور وتحقق مبادئ حقوق الإنسان ومبادئ العدالة والإنصاف، وبالتالي يكون تطبيقها للعدالة الاجتماعية أمر طبيعي. الآن نأتي إلى علاقة الرأي العام بالسلطة التنفيذية. طبعا هذه علاقة ديناميكية ومحورية وجوهرية، ونسميها اللي بنسميها، وفي دول كثيرة تتراوح ما بين المد والجزر، ممكن تصل في فترات إلى الشد والجذب، وممكن تصل في أوقات معينة إلى التوافق. فمثل علاقة الأفراد داخل الأسرة دائما تمر بمراحل مختلفة وشد وجذب، ولكن الأهم هو الغالب. ما هو الغالب الذي ينطبع على تلك العلاقة؟ فمسألة قيام السلطة التنفيذية بتحقيق المصالح العامة من الطبيعي أنها تحتك بالرأي العام احتكاك مباشر. فأنا بالنسبة لي أنا أعتبر هذا احتكاك طبيعي، حتى لو كان سلبي، حتى لو كان في، خلينا نقول، وصل في مرحلة من المراحل احتكاك قوي طبيعي. فلو احنا الدليل على كلامي ان احنا لو شفنا الأسرة الواحدة، من الطبيعي في بعض الأحيان الخلافات تصل إلى الاحتكاك، ولكن بشرط ان إذا كانت هذه مسألة استثنائية وان هي قابلة للحل وأنها غير قابلة للتكرار قدر الأمكان.
فهني المسألة مسألة الاختلاف طبيعي، مسألة وصول إلى حالة الاحتكاك والشد والجذب، هاي مسألة خلنا نقول اللي نعتبرها استثنائية، ولكن الشيء الطبيعي هو مسألة الخلاف، الخلاف الطبيعي. والمرحلة أو الجانب الإيجابي هو مرحلة التوافق. فدائما العلاقات الإنسانية سواء داخل أسرة سواء ما بين دولة ومجتمع، من الطبيعي أنها تمر بالمراحل هذه، وبالتالي لا يجب أن نستغرب منها، ولكن الأهم هو أن تكون في الجانب التوافقي أكثر من الجانب الإيجابي من خلال الالتزام بمبادئ الدستور والقانون والمبادئ الشرعية وغيرها. أيضا فيما يتعلق بتطبيق القانون، السلطة التنفيذية هي مناطة بإيش؟ بتطبيق القانون. فمن الطبيعي أن تطبيق القانون يجب أن يراعي اتجاهات الرأي العام. اتجاهات الرأي العام مو معناته أن تصير المسألة مزاجية أو أنه والله الناس ما تبي كذي وأنا أعطي الناس على كيف، لا. في بعض الأحيان طبيعي أن القائد ما ينظر أو ما يتجه إلى الأخذ بالرأي العام إذا كان يغلب عليه الرأي العاطفي، الرأي العام يغلب عليه الرأي العاطفي، وإنما قد تكون مصالح خاصة أو مصالح قصدي أبعد هو يراها يمكن تحقيقها، وبالتالي من الطبيعي أنه يتجاوز الرأي العام ويركن أو يستهدف تحقيق تلك الأهداف البعيدة، بشرط أن تكون هناك شفافية، تكون هناك إطلاع للرأي العام، يكون هناك تبرير. يعني أكثر من مثلا في الولايات المتحدة قرارات الحرب ما حد يبيها والكل يعارضها وفي مظاهرات وفي كذا، والبرلمان يصدر قرار بتأييد البيت الأبيض للدخول في الحرب، ومع ذلك نجد الرئيس الأمريكي ينزل للرأي العام ويخاطبه نحو تقديم المبررات لدخول الحرب. فهذه مثال بسيط على احترام الرأي العام رغم اختلاف توجهات السلطة مع توجهات الرأي العام. عندنا أيضا السلطة التشريعية والرأي العام. من الطبيعي أن كون رجال السلطة التشريعية جايين من وسط من أوساط الرأي العام، فمن الطبيعي أنهم يكونون الأقرب له وأنهم ينقلون وجهات النظر الحكومية ومشاريعهم وأخذ آراء الناس فيما يتعلق بالمشاريع المقدمة، عمل مراجعة دورية مثلا من وقت إلى وقت، ولكن للأسف هالشيء ما نشوفه أبدا عندنا. بالعكس احنا نسألهم نقول لهم عطونا نص قانون التقاعد خاشينا عنه. إذا احنا الناس احنا الشعب احنا اللي انتخبناكم وما عطينا عاد بتعطون من؟ فهاي مسألة غير مفهومة. عندنا المسألة الأخيرة هي علاقة الرأي العام بالقيادة. طبيعي في جميع دول العالم القائد اللي هو نقصد به القائد المنظومة السياسية بشكل عام، وهو رأس الهرم السياسي. فمن الطبيعي في جميع دول العالم يصبو القائد إلى قيادة البلد، إلى بر الأمان وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي. فهذه يأتي من خلال التوافق والشفافية مع الرأي العام والأخذ برأيه، سواء عن طريق الانتخابات، سواء عن طريق الاستفتاء، سواء عن طريق آراء وسائل الإعلام، سواء عن طريق المختصين الذين لديهم يعني اطلاع ونولج أكثر وخلفية أكثر في المواضيع المتخصصة. فهذه الأمور جميعها
تخلق تقارب ما بين القيادة والرأي العام، وبالتالي تقود البلد إلى تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي. أيضا يستفيد القائد من تحقيق السمعة الدولية للبلد في الخارج من خلال توافقه مع الرأي العام داخل البلد. أيضا مقتضيات تحقيق العدالة الاجتماعية تحتم إشراك الرأي العام في القضايا العامة. الآن نأتي إلى المحور الأخير في المحاضرة، وهو مستقبل الرأي العام. للأسف دور رجال الدين على حسب وجهة نظري الخاصة في تحريك الرأي العام، وأنا بالنسبة لي رجال الدين سواء سنة أو شيعة الاثنين نفس الشيء، للأسف أتوا لم يأتوا سواء بالتفرقة والحساسية ما بين أطراف المجتمع وطوائفه، وخدمة طوائف معينة على حساب طوائف أخرى، وخدمة مذاهب معينة على حساب مذاهب أخرى. ورأينا ما رأينا من الطرفين، فهذه أثر بشكل سلبي خصوصا عندنا في البحرين فيما يتعلق بتوحد الرأي العام إزاء القضايا العامة. إذن نحن بحاجة إلى الرأي الحر، الرأي المتخصص أولا اللي هو العلمي اللي متخصص في الأمور سواء كانت القانونية أو الاجتماعية أو الاقتصادية. هذيل الناس هما اللي احنا محتاجين ان احنا نركن إليهم أكثر من رجال الدين، لأن رجل الدين يرتكن إلى مذهب ولون معين لا يتناسب مع الألوان الأخرى، بينما الرجال الثيوقراط اللي هم المتخصصين هذيلا لا ينظرون الباك جراوند مالهم العلم، وبالتالي من الطبيعي انه يشمل كل الالوان. لذلك ارى ان دور المتخصصين دور حيوي جدا في توحيد الراي العام في جميع القضايا. اعتقد ان الوضع السياسي حاليا في الخليج وفي البحرين وفي المنطقة العربية يحتم وجود أو الاتجاه إلى الاتجاه الليبرالي، الاتجاه العلماني، لأن هذه اللون هو اللي يشمل جميع طوائف المجتمع، هو اللي وحده، وبالتالي يبتعد عن الحساسية المذهبية والخلافات التاريخية والتفرقة ما بين العقائد والمعتقدات، وهو يشمل الكل ويحتضن الكل. فمن الطبيعي أنه يكون أنا أعتقد إذا هذه الجمعيات المتخصصة أو ذات النهج الليبرالي والعلماني المنفتح إذا اشتغلت عدل، إذا اشتغلت صح، أنا متأكد أنه بيكون المستقبل لها وبتسعى، وفعلا راح يتوحد الرأي العام أكثر معها. لذلك يعني من وجهة نظري الخاصة أن الآن وبعد وصولنا إلى 2018 انتخابات 2018 وفشل جمعيات الإسلامية الدينية في 2002 و2006 و2010 وفشل المستقلين في 2014، أعتقد المفروض لو أنا أكون في سدة قيادة أي جمعية ليبرالية من الطبيعي أن أخلي انتخابات 2018 هي الفرصة اللي تكون لي علشان أقدر أسد الفراغ وأغير الصورة في اللي يحملها الرأي العام بالنسبة للجمعيات السياسية الإسلامية والمستقلين. ما هو مطلوب للتأثير على الرأي العام؟
هي طبعا مطلوب وحدة الطوائف، مطلوب الشفافية ما بين السلطات السياسية مع الرأي العام، ومطلوب توسيع هامش الحرية بحيث أنه يقدر يعبر الرأي العام عن القضايا السياسية العامة دون أن يدخل في الشخصنة أو السب أو الشتم أو اللغة هذه البغيضة اللي عفى عليها الزمن. أيضا نبتعد عن الغوغائية والعنف، وفي نفس الوقت نترك الكنابة. فهذه جميع المتطلبات ضرورية جدا للنهوض بالرأي العام والقيام بأخذ دورة. وسامحوني على الإطالة، والله إن شاء الله يزيدنا علما ونورا، واللهم آمين. ونشكر حضوركم واستماعكم. آمين. شكرا جزيلا للأخ المستشار إبراهيم الدوسري على هذا السرد المتميز حول دور الرأي العام في صنع القرار. الآن أعتقد نترك المجال للمداخلات والأسئلة، وأنا متأكد أنه على استعداد للإجابة على أسئلتكم. بس السؤال خلي يقول اسمه. من بعد الأخ جمال السلمان. جمال السلمان. شكرا جزيلا للأخ العزيز الأستاذ إبراهيم الدوسري على المحاضرة القيمة. الحقيقة أنا بس في عندي ملاحظة بالنسبة إلى دور السلطات بشكل عام في توجيه الرأي العام أو صنع الرأي العام باتجاه القرار اللي تريده. السلطات الدينية، السلطات السياسية، كل السلطات تعمل في محاولة للانقياد، انقياد الرأي العام لما تراه. لذلك احنا نشوف انه حتى في المجتمعات الرأسمالية اليوم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة لدراستها حتى تؤثر على الرأي العام باتجاه الانتخابات القادمة، باتجاه ما ترى السلطة السياسية في هذا المجال. في كتاب مهم جدا إلى باحث فرنسي كندي يبين لك أنه شلون وصلت المجتمعات في الدول الغربية فما بالك بدولنا إلى ما سماه بحكم التفاهة أو حكم التافهين ميديوكراسي، إنه التوجيه الرأي العام يحاول يوصل المجتمعات إلى أنه يهتم بالقشور، بالجوانب اللي ما تأثر على توجهات السلطات للسيطرة والهيمنة على المجتمع بشكل عام. لذلك شفنا احنا مثلا بدل ما نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي كما هو مهم، طلعت عندنا ظاهره مثلا الفاشينستات او ظاهره اللي يلعبون في الاعلام الاجتماعي بشكل يؤدي الى انه انقياد الشباب الى اشياء تافهه بدل الى جوهر، بدل الى فكر، بدل الى عقيده. صار التوجه الى اشياء استهلاكيه، اشياء صغيره، أشياء تافهة ما لها علاقة بطبيعة بناء المجتمعات. وهذا الكتاب جدا مهم لأنه يروي شلون المجتمع الرأسمالي يوصل الناس إلى هذه المرحلة من حكم التافهين. وأنا أعتقد أنه الدين الإسلامي مغاير بهذا الشكل. السلطات الدينية الإسلامية توجه الناس إلى الانقياد سنة وشيعة بغض النظر عن المذاهب، كلهم يريدون المجتمع أن ينقاد إلى ما يرونه هم. بينما طبيعة الدين الإسلامي
أو طبيعة بداية الإسلام هو باتجاه التفكير النقدي، التفكير الخلاق. حتى أن الإمام علي في إحدى خطبه يخاطب الناس يقول للناس: لا تكونوا كالبهيمة المربوطة همها علفها تكترش من أقمامها وتلهو عما يراد بها. هذا اليوم اللي احنا نشوفه انه توجيه الناس انه يهتمون بلقمة العيش، انه اهم شيء ياكلون ويشربون وكذا، وخلوا الساسة وخلوا القادة يوجهون الناس حتى لو كان في المصير النهاية فساد دمار لهالمجتمع. شكرا جزيلا. شكرا. الأخ جاسم. شكرا للأخ دكتور. بالنسبة إلى استطلاعات الرأي العام أو هي دراسات استراتيجية، يعني بعض الأوقات من معظم الحكومات يعني تعتمد عليها أو تغير بعض الأوقات سياساتها أو تبني سياساتها المستقبلية على هذه دراسات الرأي العام. هناك نوعين من الرأي العام اللي هو الرأي السلبي ورأي موجب، يعني الرأي السلبي تستفيد منها بعض الأوقات الحكومات للتأثير على الرأي العام، يعني الرأي العام. وبعض الأوقات يكون الرأي العام يأثر على الحكومات لتراجع بعض القرارات أو بعض الاستراتيجيات، يعني إذا كان عندها قوانين أو عندها شيء مستقبلي. لكن إني الاعتماد على الرأي العام المفقف، أحب أقول الاعتماد على الرأي العام وهو يعني المجتمع العام، يجب يكون عنده حرية كاملة ليس على مجتمع مهمش. إذا كان عندك مجتمع مهمش ولا عندك حرية، فأنت كيف تستطيع أن تنتج رأي العام المجتمع؟ نحن عندنا شكل في البحرين لا يوجد مكاتب لاستطلاع الرأي العام، لا أحد يستطيع أن يمر رأي الحر. حتى تبني أنت استراتيجية، إن بغى هذه الاستراتيجية تستفيد من الحكومة يستفيد من الشعب، لكن خلي يقول رأي الحر. إحنا هنا عندنا إن المجتمع مهمش، لكن في أوروبا أو في مكان ثاني لا، المجتمع هناك حر يستطيع أن يقول رأيه. لأن استطلاع الرأي العام يعني معناها أن توجه أنت أسئلة إلى المجتمع، ترصد تحركات المجتمع. هناك رأي عام سياسي، رأي عام اقتصادي، رأي عام حتى حركة الشارع. شكرا. شكرا. في بعد أي الأستاذ علي؟ علي صالح. علي صالح. أوكي. علي صالح من الكرة الحسنة. لا أول علي صالح. صوت حاولت جدا تكون اكاديمي بس ما استطعت، يعني ملت الى الجانب العملي كثير من الاحيان. ملت شوي لو صوتك شوي اخ علي ترفع شوي. ملت من الجانب الاكاديمي بس ملت الى الجانب العملي. اللي بغيت اقوله ان انت حاولت تكون اكاديمي لكن لم تستطع، لأن لازم تقدم عن سبب مثل ما تفضلت. يعني تحليلك لمسألة التطور العملية الانتخابية من 2002 MTI، هذه الحقيقة مرتبط مو بس في تقلص الجمعيات السياسية الدينية وإلى آخره، إنما هو مرتبط أيضا بتقلص مساحة حرية الرأي في المجتمع. يعني انتخابات وما انتخابات إلى اليوم الحاضر مساحة رأي الرأي تتقلص، ما في رأي آخر أساساً الآن موجود،
هذا هو الحقيقة اللي يؤثر على الرأي العام. اليوم أنت لا تستطيع أن تقيس الرأي العام إلا إذا كانت مساحة الرأي العام مفتوحة ويستطيع الكل يعبر عنه ويقول الرأي الآخر. في هذه الحالة تستطيع تقول إنه في رأي عام أنا أقيسه. اليوم ما تقدر تقيس الرأي العام لأن هذه المساحة الرأي تقلصت جدا. تقلصت في الجانب الإعلامي، تقلصت في الجانب السياسي، تقلصت في الجانب الاقتصادي، تقلصت في كل الجوانب اللي تفضلت وحطيتها في العوامل اللي حطيتها. فلذلك ان انت يعني لابد ان تجد وسيله اذا كان هناك وسيله بديله لمساله اعطاء مساحه اكبر لحريه الراي على اساس انه الناس تعبر عن رايها حتى في الانتخابات القادمه. اذا نتكلم انه احنا اليوم ندخل انتخابات قادمه، هل نستطيع ان ندخل انتخابات قادمه كما هو الوضع الان بنفس مساحه الراي المقلصه والمتقلصه الحاليه، او نحن محتاجين الى ايجاد اصلاح نظام الانتخاب بحيث نحن نوسع مساحه حريه الراي قبل الدخول في الانتخابات؟ شكرا. الاخ عبد علي البصرة. مساء الخير، شكرا على المقابلة. طبعا يعتبر الرأي العام من أبرز معالم الديمقراطية في أي مجتمع، سواء كان مجتمع غني أو مجتمع فقير أو مجتمع حديث أو مجتمع نامي. ولكن المشكلة في هذا الرأي هو المساحة الموجودة لتنفيذ الرأي هذا أو معطيات الرأي هذا أو نتائج هذا الرأي، هل يتم تنفيذها أو لا؟ لذلك أنا هنا أبرز عدد من عوامل من أجل تحقيق المشاركة. العامل الأول اللي هو حسن الإرسال والاستقبال. حسن الإرسال أقصد به وعي المشارك في الرأي العام، هل هو مدرك لأهمية هذه القضية التي يشارك فيها؟ هل هو يتفهم معالم هذه القضية التي يشارك فيها؟ يعني في الكثير من الدول تشوف الناس تمشي وراء بعض بدون فهم أو استيعاب، وهذا يعني أنك مو جاد في هذا الرأي لأنك لم تفهم معنا ولم تفهم هذه القضية لماذا ولي يعني شنو أنت راح تقدم لهذه القضية. أما حسن الاستقبال أقصد بأنه هل هناك نتائج من قبل القيادة أو الجهة التي تستمع إلى هذا الرأي؟ يعني إحنا في البحرين مثلاً نكتب الكثير عن القضايا كأعمدة وفي الجرائد والمجلات وأحياناً في الإذاعة والتلفزيون نتكلم، لكن في النهاية لا أحد يسمع كلامنا. شعار السلطة هنا في البحرين أنت قل ما تريد ونحن سنعمل ما نريد. إذا هنا الرأي ما في يعني أداة جيدة للاستقبال لأي رأي موجود. وبعدين أعطيك بعض القضايا اللي أنا شاركت فيها. حرية الرأي والتعبير، إذا كانت هناك حرية الرأي والتعبير يستطيع الإنسان أن يتكلم، أن يكتب، أن يعني يشارك في أي فعالية من الفعاليات الموجودة. كذلك حرية الصحافة ووسائل الإعلام. شوف صحافتنا ما عندها حرية، جميع الصحف الخمس الصادرة عندنا والأربع كوبي بسد، نفس الخبر تشوفه في الأيام في أخبار الخليج في البلاد في الوطن، ما في أي تغيير. إحنا مرة قلنا لأحد الوزراء المتنفذين في الحكومة، قلنا له سعادة الوزير ليش ما تخلون مكاتب لكل صحيفة في كل وزارة؟ لأن الناس تبي تقرأ خبر يختلف عن خبر الموجودة في الجريدة الثانية، ما يحصلوا نفس الخبر كوبي بسيط ما في أي شيء. طبعا مرة أيضا صارت لنا قضية أننا تم استدعينا إلى أحد الوزارات ذات السيادة وكان مناقشة الفساد، وجاء وكيل الوزارة وتكلم وقال اكتبوا كل ما تسمعونه. قلنا شيء جيد هذا وكتبنا، أنا كتبت حوالي 4 حلقات في الموضوع وديت الموضوع
الى الجريده. شفت يوم ثاني الجريده غيرت اسم الموضوع، شالت الفساد خلت تجاوزات. كلمت رئيس التحرير، ليش يعني لماذا غيرتون الموضوع؟ قال لي ان جانب عوامه ما في شيء فساد تجاوزات. قلت انا احنا عندي بعد مواضيع اخرى، ولكن اذا بهذه الصوره انا ما راح انشرها. اسمعني بعد، هناك ايضا الثقه والحق المشترك. ما عندي ثقه. حاول ابو حسن شوي ان شاء الله بعد نقطتين خلاص. يعني اذا كان المواطن ما عنده ثقه في الاشياء اللي قاعد تشوفها في البلد عمره ما راح يشارك. وايضا عدم التحيز لراي اخر والمساواه والعداله الاجتماعيه والاستقرار السياسي. النهايه في قول الى خطيب الثوره الفرنسيه ويقول فيه اذا سمحت لي النيل العام، ان الراي العام هو سيد المشرعين وهو المستبد الذي لا مستبد غيره. وشكرا. اي سؤال وراء عيسى؟ ايش اسمها؟ عيسى سعد. لا لا هي بنت. اوكي اوكي. بس لا قبل الاخ حمد العثمان قبل. سوري. ها؟ تنازل ليش؟ تنازل. شو اسمه؟ ناشطة صغيرة. شو اسمك؟ حسين. لطيفة عيد. لطيفة عيد. يعني ناشطة صغيرة كوني مبتدئة في أشهر التجارة. أنا بس كنت بقول من 18-20 سنة لا تلوموا روحكم اليوم. ما ربينا عيالنا على السياسة وثقافة السياسة. ما علمنا المجتمع إن إحنا ما نخاف. ما رفضنا الفساد. يعني باختصار بشكل عامي كل اللي نقوله الحين تقليدي، يعني احنا نعرفه من زمان، الاشياء الدينيه كنا نعرفها، الفساد كنا نشوفها، المشاكل اللي نشوفها، ربينا عيالنا على الدلع، ربينا عيالنا. انا ابي اتحداكم اذا عيالكم اليوم يعرفوا شيء في الثقافه السياسيه والاقتصاديه او التجاريه. انت تربي مجتمع يعني مصغر صغير مغلق، وتبي تقطع في الشارع، عارف كيف الثقافات؟ دائما المجتمع الكبير يبدا من الاسره. الاسره في البحرين الحين في هذا الزمن صارت اسره اصلا ما لها اي مستقبل. يعني حتى العيال الحين عيال الدلع نسميهم. فاحنا اذا نبي يعني استاذ ابراهيم ما قصرت وشكرا، بس صدقني البحرين راح في منحنى منعطف اخر. يعني اولا في فساد كبير في البلد، ومن هذه زرع الفساد لو ما احنا رضينا به ما اثمر هاي الفساد الى فساد اخر. انت اليوم تبي تغير مثلا مسؤول الحط اليوم ولا بكره سوى تجاوزات ومخالفات وفساد، ولا تقدر تشيله من مقعده، كانه حطوا له طلاسم قاعد يفعل المقعد طول عمره. وزرع عندنا من 20-30 سنه ما تغير. شلون تطور الشارع التجاري، تطور المجتمع الثقافي، المجتمع السياسي؟ اذا كانت الفكر التعليمي اصلا انحدر من الاولى والثانيه والثالثه والثامنه في العالم البحرين الى اخر المستويات. يعني حتى التعليم والثقافه انحدرت في البلد. فانت ما بتقدر تتجاوز كل هالتجاوزات والفساد في البلد اذا كانت الثقافه الفكريه والاجتماعيه والسياسيه اصلا تخلت. فما اعرف انتم شنو ردودكم، وفعلا انتم قاعدين تجاوبون اجوبه تقليديه، لكن في الاخير في اشياء اساسيه قاعد تنعلم. احنا لازم نربي عيالنا على مجتمع اخر، لا مجتمع ديني ولا طائفي ولا تخلف اقتصادي ولا تخلف اجتماعي ولا تجاري. هني بنقدر نحصل كل هالمشكلة. شكرا. شكرا. الأخ حمد العثمان. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك عزيز إبراهيم. أريد أن أقول صوتي عزيزي. تسلم. المحاضرة؟ بما يتصل ب يعني لا شك أن
كان له كبير في اتخاذ القرار، ولكن لو كان الرأي العام يعبر تعبيرا حقيقيا وصادقا عن آراء الناس فكان الموضوع طبيعي ومقبول. الجزئية التي لم يتناولها أخونا عزيز بن إبراهيم وتناولها بشكل مبسط ومقتضب هو حول طالة الرأي العام أو ما يسمون بطالة الرأي العام، وذكر ربما هو مثال على علماء الدين فقط، علماء الدين جزء من هؤلاء الطالة وليس كل، طالة الرأي العام عادة يعني يصنفون أنهم أناس يحتلون مكانة يعني دينية واجتماعية وسياسية أو خلاف ذلك في مجتمعهم، ولن يهم يعني قدرة على التأثير في سياق آراء الناس وفي تحديد اتجاهاتهم. مشكلتنا تحديدا في مجتمعات مثل البحرين كما خارج البحرين هو ليس في طالة الرأي العام في ذاته، بعض طالة الرأي العام هؤلاء الناس مخلصين وصادقين، وبعضهم يفكر في مصلحته الضيقة ويريد الناس أن تنقاد لهذه المصلحة. مشكلتنا بشكل أساسي هم في من يوجه طالة الرأي هؤلاء أو من يقود طالة الرأي هؤلاء، سواء حكومات أو غير حكومات، في المجتمعات التي تدعي الديمقراطية أو ليست ديمقراطية بشكل صحيح تستأجر هؤلاء القادة بمقابل مادي أو معنوي من أجل صياغة آراء الناس وفق ما تقتضي مصالحهم السياسية أو غير السياسية. وبالتالي طالة الرأي العام هم أشخاص أكثر قدرة على التأثير في الناس، لكن المشكلة في من يقف خلف طالة الرأي العام هم يعني أي أحد ممكن في أي لحظة يفكر يعني وهي يتحدث عن هذا ممكن أن يتذكر في مجتمع مجموعة كبيرة من هؤلاء الأسماء، قد يكون عالم دين، قد يكون صحفي، قد يكون رجل سياسي، قد يكون رجل اقتصادي، المهم أن هؤلاء مستأجرون، كثير من هؤلاء مستأجرون، بعض طالة الرأي العام كما قلت ناس مخلصين صادقين، والبعض أو الكثير منهم مستأجرون من قبل جهات محددة أيا كانت هذه الجهات في مقابل يعني صياغة آراء الناس بما تقتضي مصالح هؤلاء. شكرا لك حمد. الأخ عيسى. شكرا سيد الرئيس. أستاذ إبراهيم حقيقة أنا عندي أتساءل دائما أقول الطبقة الوسطى يعني أهمية اتخاذ القرار، طالما أن المجتمعات اللي عندنا البلدان العربية الطبقة الوسطى متلاشية، عندك طبقتنا يا غني يا فقير، فإلى أي مدى يعني سؤال إلى أي مدى الطبقة الوسطى ممكن أن تؤثر وتقيس عليها الرأي العام؟ عفوا في بعد أحد عنده أي مداخلة؟ قبل بس لا أعطي المجال للأستاذ إبراهيم، بالنسبة للأخت لطيفة أتفق معاش بالكامل اللي طرحتيني، يعني الجيل الجديد الآن يبقى يعني توجه إلى البدء وياه من جديد ضمن استراتيجية مدروسة، لأن بالفعل يعني إحنا نواجه في النادي نواجه الجيل الجديد ما يحب حتى العمل التطوعي مو مثل قبل، وفعلا يعني هل قاعدين نواجه هذه المشكلة. شكرا على الطرح اللي طرحتيني. شكرا جزيلا على الأسئلة وعلى الاهتمام الكبير بموضوع المحاضرة وتفاعلكم معها. عندي بالنسبة للأخ جمال سلماني اللي تكلم عن توجيه السلطات للرأي العام، من الطبيعي ان وين موجود ولا راح؟ موجود. اوكي. من الطبيعي ان السلطات لها مصالح معينه لتحقيق اهدافها، سواء كانت مصالح سياسيه او مصالح اقتصاديه او مصالح خاصه، فبالتالي من الطبيعي أن تقوم بتوجيه المجتمع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
منها مثلا استغلال وسائل الإعلام الحكومية، فهي توجه خطاب سياسي إعلامي ذو حدود معينة، ذو معايير معينة لتوصيل رسائلها. فهذه هي الآلية التي من خلالها تحاكي السلطة السياسية الرأي العام، وبحيث أن توصل له أن هناك في إنجازات وهناك في حقائق على أرض الواقع وهناك جهود من الطبيعي أن يتم تقديرها، هذه يتم توصيلها من خلال وسائل الإعلام الرسمية في رسائل مفادها أن الحكومة ترى قاعدة تشتغل لك، وهذه أهداف سياسية خاصة، فهذا أمر طبيعي. ولكن الأمر غير الطبيعي إذا كان استغلال هذه الوسائل بطريقة سيئة. بالنسبة للأخ جاسم تكلم عن استطلاعات الرأي العام قد تأثر سلبا وإيجابيا وهي مرتبطة بحرية التعبير. أخ جاسم كنا راح؟ راح. أوكي، بجاوب سؤاله بشكل عام. أولا الاستطلاعات، سواء الاستطلاعات كنا سواء كانت انتخابات، سواء استفتاءات، سواء كانت تقارير إعلامية، سواء كانت سيرفي مساحات أكاديمية إلى آخره، هذه أول شيء أنها مرتبطة بأمرين، مرتبطة ب التطوعية، معناه أنت مجبر أنك أنت تتعامل معها، فأنت لك حرية الاختيار في التعامل معها أو لا. المسألة الثانية أنك أنت تتعامل معها في بأدب، يعني بأدب ووفقا للقانون، بحيث أن ما يكون هدفك مهاجمة وسب. وتكلمنا أن من مقتضيات التعبير عن الرأي العام هو الالتزام بلغة الأدب والموضوعية وعدم الشخصنة. فإذا أنت بتتكلم بموضوعية وبتنتقد بموضوعية وعندك وبتقدم حلول أو مقترحات، ما حد راح يقول لك لا، لأن أنت أصلا ما خالفت القانون. فما أعتقد أن المسألة عندنا قيود في حرية التعبير بالطريقة اللي صورها. بالنسبة للأستاذ الفاضل علي صالح، أستاذنا الفاضل اللي نتعلم منه، أيضا تكلم فيما يتعلق بحرية التعبير، ومحدودية الحرية التي اكتنفت انتخابات 2002 و2006 ولم يكن هناك خيار كبير. أنا أقول أن في نقطتين، الأولى أن كان هناك في مقاطعة اختيارية من الجمعيات، أحدى أو مجموعة من الجمعيات السياسية، ولم يكن هذه مفروض بشكل كبير على لم يكن مفروض على رجل الشارع بالتعامل معها وعدم التعامل معها. أنا لما أتكلم عن رجل الشارع والرأي العام فهو عند الخيار أن يتبع موقف هذه الجمعية أم لا، ما حد يجبره أنه قال والله أنت لا تروح الانتخابات لأن أنت ما عندك حرية أصلا تعبير. فهذه المسألة متعلقة بموقف سياسي وليس متعلق بحرية التعبير. أيضا نفس الكلام اللي قلته للأخ جاسم، وأرجو أن تتقبل مني بصدر رحب يا أستاذنا الفاضل،
نتعلم منك ونقول أن أيضا حرية التعبير إذا كانت وفقا للقانون وعدم وجود شخصنا وعدم هجوم وعدم وفي نفس الوقت تقدم الحلول وتقدم بدون عنف بدون انتقاد شخصي أو استهداف شخصي زين، فلا يمنع القانون. أنا أتكلم قانون ما أتكلم سياسة، وبالتالي القانون لا يحرمك هذه المسألة. مسألة موقف صاحب السلطة السياسية أن يتقبل أو عدم أو لا يتقبل هذا الرأي هاي مسألة أخرى، مسألة سياسية. ولكن عندما نتكلم عن القانون عندك هامش. نعم أتفق معك أن احنا محتاجين حق هامش أكبر. نعم التطورات السياسية والاقتصادية تقتضي أن يتم توسيع هوامش الحرية والتعبير أكبر وأكبر. فحتى في عام دستور 2002 الحريات لم تكن في مثلها في 2018، قد تكون أقل زين قد تكون أكبر، وإنما هناك في تطورات يجب أن القانون يتعامل معها. وأتفق معك 100% أن يجب رفع سقف الحريات، سقف حريات التعبير. بالنسبة لأستاذ عبد علي الغسرة طرح مجموعة كبيرة من الأسئلة يبي لها محاضرة خاصة، فبحاول أمر عليها مرور سريع. هل يتم تنفيذ الآراء أو الأخذ بالآراء؟ وقل ما تشاء ونحن سنفعل ما نشاء. بقول لك أخوي في النهاية لا يصح إلا الصحيح، قالوها أجدادنا وهي قول مطبق. ياما حكومات تجاهلت الرأي العام وفي النهاية طلعت عليها زدم بعسك، ياما الجهات التشريعية حتى اللي الناس انتخبوهم تجاهلوا الرأي العام وفي النهاية شافوا روحهم في الشارع، ياما وزراء ومسؤولين تجاهلوا الرأي العام وشافوا روحهم خارج الوزارة. مسألة تجاهل الرأي العام أنا أتفق معاك 100% هذه مسألة خطأ سياسي وليس خطأ قانوني ودستوري فقط، وإنما أيضا خطأ سياسي له عواقبه. وبالتالي من الطبيعي أن في يوم من الأيام هذه المسؤول سيدفع ثمن تجاهله لرأي الرأي العام، لأن في يوم من الأيام راح يتحاسب وراح يتحمل نتيجة خطأ. إذا وقع في خطأ تسبب في أضرار على الرأي العام سيكون هو أول من يدفع ثمن تجاهله. هذه واحدة. النقطة الثانية أن أيضا هذه المسألة من الخطورة بمكان أن لها تأثير على الاستقرار السياسي للبلد، فمن الطبيعي أن تكون أن التفاعل بشكل إيجابي مع الرأي العام هذه مسألة حتمية وضرورية. إلى متى راح تتجاهل وش كثر راح يتجاهلون؟ ففي النهاية راح يوصلون إلى طريق مسدود، إلى نتائج وخيمة، إلى مفترق طرق خطير ومصيري. فالحكومات الناجحة دائما هي اللي تأخذ بالرأي العام وتأكد أن وهذه رسالتكم أنتم في الإعلام، رسالتكم في الإعلام ورسائل الناس المتخصصين واللي يتحملون المسؤولية في توعية المجتمع والناس في أن هذا الطريق قصير لا تمشون فيه يا مسؤولين. إذا تجاهلتوا الرأي العام ترى بيوصلكم إلى نتائج خطيرة راح تأثر عليكم علينا وعلى استقرار البلد، فروحوا تشوفوا غيركم. وفي نماذج كثيرة موجودة في سواء في الغرب أو في الشرق تتمتع بحرية التعبير ويأخذون بالرأي العام له تأثير قوي على صانع القرار السياسي، وفي النهاية البلد في السيف سايد وتتمتع بأعلى مقومات الاستقرار.
بالنسبة لحدود الحريات الصحفية، بالنسبة لحدود الحريات الصحفية يعني أنت قول مثلاً إيش قلت خلاف، لا تقول أزمة، شيء مثل هذه التعبيرات. شوف هذه طال عمرك لها علاقة بالمفاهيم القانونية ولها علاقة بالمصطلحات اللي لها أثار سياسية، مو مسألة أنه قد أنا ما دافع عنه، ما دافع عنه، أنا أتكلم من ناحية المفاهيم ومن ناحية تعارضها مع القانون أو المصالح السياسية. قد تكون هذه التغييرات في صالحك أنت كصحفي عندما تكتب، تقول لا هو ما خلاني أكتب على كيف وما عندي حرية وشن هو يأمرني أن أكتب ما أكتب، لا مو بهذه المسألة ولا أن أنا أدافع عنه، ولكن يجب للأسف مو في ناس كثير للأسف يتكلمون بطريقة وهم صحفيين يعني بطريقة يعني عشوائية وفيها من الهجوم، وقد يستهدف استعطاف الرأي العام، قد يستهدف أنه يبي يسوي له سمعة، يبي يسوي له كريدت، ولكن هو في النهاية قاعد يحرق روحه. في ذاك الأسبوع كلكم مر عليكم الأرتيكل الخاص بقطر ونائب تائب ومري إيش إنزين، يعني الدستور يعني يحرم التحريض أو حرية التعبير مقيدة في إطار عدم التحريض، بما يعني أنه ممكن يوجد بلبلة في المجتمع ويؤدي إلى نتائج خاطئة. هذه الأرتيكل النشر ولم يحدد مصدر المعلومات مالته زين، ولم يحاسب في نفس الوقت. فاحنا فانا كتبت مقال في هالشيء، كتبت ان يجب ان تحاسب الجريده، واذا لم تحاسب يجب ان يحاسبوا، او اذا كان كلامه صحيح يجب ان يحاسب النواب اللي هو كتب عنهم انهم عملاء حق قطر، يا هو يا النواب واحد منهم. وايضا السكوت يعتبر خطا، يطرح علامه استفهام على صاحب القرار السياسي، يعني يا انك انت ما ادري اذا قريتها ولا المقال، قلت يا واحد يا ان كلامه صح ويتحاسبون النواب، او ان كلامه خطا ويتحاسب هو، او يتحاسب اللي سمعنا اللي هو الجهة المباشرة الحكومية المسؤولة عن التصريح الصحيفة هو وزير الإعلام. هذه يعني أتمنى أن أنا حاولت أجاوب عليكم بالنسبة لي الفاضلة لطيفة عيد اطرحت في أن الرأي العام يجب أن يخرج من الأسرة، ويجب أن تكون هناك تغييرات في المفاهيم بالنسبة لتربية الجيل الجديد. أنا أتفق معك 100%، وأنا طرحت في المحاضرة الاتجاه إلى الفكر الليبرالي الحر هو أحسن وسيلة، لأن هذه اتجاه موضوعي جدا، ما ينحاز لأي طرف معين، ما ينحاز لأي لون معين، سواء عقيدة أو مذهب أو اتجاه، أو اتجاه سياسي أو اتجاه اقتصادي أو اجتماعي أو ديني أو غيره. لذلك هذه المنهج من الضرورة أن نحن كعقيدة هي ليست عقيدة سياسية إنما هي عقيدة فكرية، هذه هو المنهج اللي أنا طرحته في المحاضرة بحيث أن احنا نقدر نرتكن له في تحقيق مستقبل أفضل للرأي العام. بالنسبة لأستاذنا الفاضل حمد العثمان، قال بأن هناك قادة رأي عام يقف وراءهم ناس لهم أجندتهم وكذا، صح ولا لا؟ أولا ليس هناك قادة لرأي عام، وإنما هناك جهات وشخصيات مؤثرة، أوكي؟ منها طرحتها أنا في قائمة طويلة
قلت إنهما رجال الدين، قلت إن الجمعيات السياسية، الحكومة، البرلمان، إلى آخره إلى آخره إلى آخره. زين ماري، هذه يمكن قبل التي أنت لأن جيت متأخر فما شفت، فأعيد لك القائمة علشان هذه. بالنسبة للأخ الفاضل عيسى سعد كان آخر سؤال، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر الطبقة الوسطى خصوصا في ظل تلاشي أو تقلص، خلنا نقول تقلص الطبقة الوسطى في المجتمع حاليا. هذه يدفعنا إلى البحث في العلاقة ما بين الرأي العام والاقتصاد، وهذه يبيلة محاضرة خاصة إن شاء الله راح أسويها إذا تبون هنا إن شاء الله في نادي العروبة أو في أي مكان ثاني، وهي علاقة شائكة ومتشعبة ومحتاجة حق دراسة باستفاضة، لأن هي تمس جيوب أفراد الطبقة الوسطى وكيفية حماية مصالحهم وكيفية حماية مصالح المجتمع وكيفية مساهمة الدولة في رفع مستوى المعيشة بالنسبة للطبقة الوسطى، وبالتالي يكون لها دور فاعل في المجتمع. وأنا قلت خلال السرد التاريخي أن خلال فترة الثورة الصناعية كانت الطبقة الوسطى هي الطبقة المسيطرة، كونها النهية تجمع ما بين الطبقة العاملة وأرباب العمل. الآن مقياس الطبقة المتوسطة اختلف، ذيك الأيام كان مقياسها العمل، الحين مقياسها مستوى الدخل ومستوى المعيشة، فالمعايير اختلفت. فإزاء وهذه ترى ظاهرة عالمية، تقلص الطبقة الوسطى في كثير من الدول، بل نجدها مثلا في على سبيل المثال في مصر يمكن توصل إلى 10% من المجتمع، يعني صار 10% طبقة غنية أو 5% طبقة غنية و10 أو 15% طبقة متوسطة و80 أو 75% طبقة فقيرة. فإذا استمرنا على الحال من الطبيعي أن هذه يأثر، والطبقة الوسطى هي المفروض تكون هي أكثر طبقة مؤثرة، لأن هي اللي فيها المثقفين، هي فيها المتخصصين، هي فيها أصحاب الرأي، واللي احنا قلنا أنهم يمثلون يمكن نص القائمة الموجودة هذه، اللي هو منها أفراد الجمعيات والمنظمات الأهلية والسياسية وغيرها. فهذه من الطبيعي أن يجب العمل على إعادة مستوى هذه الطبقة، وأتمنى أن أكون أجبت على أسئلتكم. شكرا. شكرا جزيلا للأخ إبراهيم على هالمحاضرة القيمة، وشكرا للحضور جميعا، إن شاء الله نلتقي فيكم في مناسبات أخرى. شكرا. في نهاية المحاضرة بس احنا عندنا درع نادي العروبة، أدعو الرئيس يجي يتقدم عشان يقدم لك بس هالمناسبة. تشرف بل نشاط الثقافي لنادي العروبة، نهدي هذا الدرع المتواضع لأخينا نرجو يعني يتقبل منا. تشرف طال عمرك، مشكورين على الدعوة. لا أخوان هادي عبد الحليم كتاب هذه مناسبة الظروف 65 سنة. تشرف معلومات بالنسبة.